قررنا المشاركة السياسية ومن خلال الانتخابات التشريعية وشكلنا الحكومة العاشرة بعد أن رفض الجميع المشاركة فيها لأسباب متعددة، وأردنا بهذه المشاركة أن نعزز الشراكة السياسية ونرسخ الوحدة الوطنية ونحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني وأن نجعل من الانتخابات الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي على السلطة. وقد واجهتنا حرب ضروس شاركت فيها أطراف داخلية وخارجية، واشتدت المؤامرة على شعبنا وحكومته بهدف دفعنا إلى تقديم تنازلات سياسية وإلى الركوع أمام عدونا. ولما فشلت هذه الحرب قرر بعض القيادات الفلسطينية خوض معركة مسلحة مع الحكومة العاشرة، واعتمدوا بذلك على الدعم الخارجي، فسقط العديد من الضحايا والجرحى، وعمت الفوضى التي سعوا إليها وحرصوا عليها. قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني العزيز، وشعبنا في القطاع جزء لا يتجزأ من شعبنا في كافة أماكن تواجده، ونقول لا لدولة فلسطينية في القطاع وحده، فالدولة كل لا يتجزأ. إنني هنا لا أغفل حرص الكثير من القيادات والإخوة في حركة فتح على الحوار وعلى إنجاح حكومة الوحدة الوطنية والعمل على تعزيز الشراكة والإيمان بالعمل المشترك، ومع ذلك ظل الصوت الآخر أكثر تأثيراً وخطورة. واليوم مساء اتخذ السيد الرئيس أبو مازن قرارات متسرعة، ويبدو أن بعض المحيطين بالسيد الرئيس لم يقرأ عواقبها ولم يستحضر آثارها على الوضع الفلسطيني العام. أشدد على إنهاء كل مظاهر الفلتان الأمني، وسوف نفرض الأمن بالحزم والحسم والقانون، وأدعو الشرطة والقوة التنفيذية إلى فرض الأمن والنظام العام في القطاع ابتداء من هذه اللحظة، وحماية المقرات والممتلكات العامة والخاصة، وسنعمل على وضع الترتيبات للقوة المشتركة لتنفيذ الخطة الأمنية ومن خلال منتسبي الأجهزة الأمنية بأقصى سرعة ممكنة.